الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه كيف كانت رحلتك؟ زيانة مع الحرارة والبرد. واخيرا وصلنا بيتنا بعد طول عناء ومخمضة ومشي وجيب. الطريق كان صعب يا جماعة والله. وصلنا الحمد لله القاهرة بالسلامة على بيتنا، وهنطلع دلوقتي نقابل اهلنا ونشوف ردة فعلهم معانا. المحطة الأولى. اه بالظبط، دي أول محطة لسه في محطات عندنا كتير جدا، والموضوع يطول شرحه والحلقات هتطول شرحها. الموضوع كبير يعني. اه احنا ما بنقولش التفاصيل. اهم حاجة كانت كيف كانت سفرتك؟ والله لم تجيبنا خمر من دورك ان غلط مستمرة رغم الإعاقة. عملت ايه من اسكندرية لغاية القاهرة؟ لا نمت. والله؟ تعس، ربت ابن عسان وميران. ايوه. تعسنا والله. لا والله. ما حسيتش بالطريق؟ لا ما حسيت بالطيارة أصلاً، كنت نعسان. احنا نمنا في الطياره بس المشوار كان صعب، كان صعب شويه. اه حسبنا من دبي لابو ظبي، ومن دبي لاسكندريه، ومن اسكندريه القاهره، وباقي الحمد لله ان احنا وصلنا على خير. اهم حاجه جهزي نفسك انت بس. يلا. انت جاهزه؟ انا استنبطت. مجهزه نفسك؟ مجهزه نفسك للقاء الحاسم؟ ام ريدي. ها؟ اه انا مش كوعي امكاني، انا شكوعي دي فيا اصلا يا ميرا المجون، شكوعي دي انا صافي مشات وكلاوتي كان زمان والله. لا 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 ان شاء الله الاستقبال هيكون عشان خاطر انا هيكون اكيد مختلف. صح؟ صح يا جماعه؟ صح يا جماعه. هو مختلف ولا مش مختلف؟ لا ما المهم نشوف الاسانسير ده بيشتغل ازاي؟ يعني. عشان خاطر نطلع فيه. نتكل على الله. شفت يا مريم الزينه؟ اه زينه. ايه رايك؟ عامل ازاي؟ الشوارع كامله عندهم في الشارع عندهم ثلاث رمضان. الاجواء كيف تشوف الاجواء في الليل؟ طبعا كل لا بص مزينين البيت عندنا، وفي الشوارع مزينين بس ما تقطعهوش. في الفانوس. اه عندنا فانوس. جايبين لك فانوس فوق. يلا عشان خاطر الفانوس في انتظارك فوق. ماشي. الفانوس المصري الاصيل ده. يلا يلا عشان الفانوس في انتظارك فوق. يلا بينا. يلا. انتوا فين؟ هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ فين جنة؟ جنة جنة وحشينا جنة وحشينا جنة. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ شفتك تاني يا جنة. شفتك تاني. صحيت من الموت يا جنة. عامل ايه؟ استنى جبتكم بخير. الحمد لله شفتكم بخير. ده اللقاء الحاسم اهو بين محمود واخته. وحشتيني اختي والله. والله وحشتيني. السلام عليكم. والله وحشتيني. خلاص احنا فرحانين وحلوين. والله كنت اشوفكش تاني والله. والله كنت اشوفكش تاني. الحمد لله. عامله ايه؟ عامله ايه يا اختي؟ ايه رايك؟ شفتي كده؟ اه دخلت عليك. شفتوا؟ اه؟ انتوا شايفين انه ولا عبرتني راحت لي وانا ما كايناش يوصف الدنيا. انا كاينة شي مريم. لا مريم انا نرجع بحالي بسلامة. باي. هاي مسكت ميرا لها. طب تعالي 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 ما الدخله المره دي بتاعت بصراحه بتاعت ميرا. ميرا لا انا صار الدخله بتاعت ميرا تلمسي على اخاها وعلى شتها. تعالي لي. يلا تعالي لي. تعالي لي. عاملين ايه؟ وحشتونا يا جدعان والله. والله وحشتونا. وحشتونا جدا. حطيني والله. عامله ايه؟ شو الاخبار؟ ايه تمام افتكرتك دلوقتي. دي بقى يا جماعه المؤشفه. لو حد يفتكر المؤشفه دي المؤشفه هي ام اشفه. اه ام حماسه. ودي اللي كانت عامله دور المؤشفه في الفيديو بتاعها. لا خلاص ما فيش مؤشفه بقى. لا لا امال ام ايه؟ مصر ما فيش مؤشفه. ايوه ما فيش. عندكم غيرنا القصه دي والله. طب الحمد لله احنا لا والله ده بقى خلاص الدار تاني. لا ده لازم ده في فيديو تاني غير فيديو المؤشفه. المؤشفه خلاص خلص. ايوه هناك بقى هنعمل المؤشفه نمبر 2 لما ننزل. اذا كان كده ماشي. الحمد لله على سلامة الوصول. الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله شفناهم من جديد والله. كانوا كنا فرحانين بزاف. أيوة. فرحانه يعني انا خصني نشوفهم في حالهم في عائلتي والله العظيم. كان نشوفهم يعني كان فرح بحال نفس المنظر. خلي شفت اختي بحال عشاك مكذوبه مريم. لا قسما بالله انا هضرت بالصح. يا انا بكذب؟ لا 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 دي بنتي. لا دي بنتي
انا. شوفي اخوك يا قد دفع لي يا هي اللي قد دفع لي انا حبيبي. ربنا يخليك. المغرب ومصر ايد واحده. ايوه متى قلت ايد. الحمد لله الحمد لله على السلامة. يلا تعالوا نروح نشوف بيت العيلة بقى. يلا بينا. مين عندنا تاني هنا؟ عندنا عاصم وعندنا محمود. والله هاتوا لنا بيت العيلة. يلا عمال اقول لك ايه يا عم مش عايزين نصورك يا عم. انا مش هتجوزك ميران. لا والله انت حجزت 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 صغيرة يعني صغيرة لما تكبر. ما احنا لسه هنكبرها لك ان شاء الله. اكبر منا ده عبال ما تكبر هكون عجزت. هتكون عجزت. انت مستعجل. مستعجل انت؟ ده محمود شوف لك واحدة جاهزة كبيرة. اللي متسمي على اسمي الصغير. ما عجبتوش ميران. لا والله لسه صغيرة وعايز واحدة اكبر. عايز حاجة كبيرة يعني؟ نشوف له واحدة تفصيلة. يلا بينا. هلا والله. انت مالك قعدت كده هناك لوحدك؟ فين الحريره بقى؟ حريره؟ لا حريره ده هناك في المغرب. هنا ما فيش حريره. هنا 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 في هنا في كميه مدسمات ودسميات تروح. في عندك طاجن عكاوي هناك اهو. عايزك ايه؟ عايزك بطاطس. ودي بطاطس بقى ودول شويه رقاق. يعني ايه الريحه؟ حلوه والله. غير الريحه غير. عايزه لسه ما زلتي عايزه حريره؟ سبحان الله. ايه؟ لا والله. عايزة حريرة؟ لا انا تعودت خلاص. بص انا عايزك تنطلقي. يا الناس متوصين بيك وعاملين معاكي احلى واجب. ايوه. هلا والله. وده طاجن وده طاجن لحمة. طاجن لحمة طاجن لحمة. ده طاجن فراخ. رز بشعرية. دي الكفتة دي ريحتها. فين دي؟ ريحتها زي اللي بيشوها بره. والله تجي لك الريحه. الله ينفسها. بالله انا بشوفها يا ست. دي اسمها الجبنة. دي بسله. بسله بالجزر. الجبنة دي الدجاج. تم شويه. هذا رؤى. كملوها بالهدف. اهم حاجه تشبعي انت بس. ما تشبعنيش انا كده. البطاطس ده تحفه. جعانه؟ افطرت. يلا ستي. شفت بقى؟ الف هنا شفت. ده بقى ده بقى الفطار المصري بتاعنا. مش هنا اخد لك اصبع عندك انت. اي خدمه. انا عايزك عايزك تنبسط وتنزل. انا رجعنا من الامارات وزنين 10 كيلو. بلانا والشفا. بلانا والشفا. بالشفا ست. والله كان نفسنا نجيب لك حريره بس يعني احنا اتحرحرنا. ف الله. هلا والله. ايوه شويه ملوخيه. ايه عناب. عناب. شوف البطاطس. شوف البطاطس معسله ازاي. انا نجلس هنايا. ما عرفتش اذا جلسنا مش قريبه. خصني نكون قريبه من كل شيء. تعالي اقعدي هنا في الوسط. ايوه اقعدي في النص. ايوه اقعدي في النص عشان خاطر تنطلق. هذا قدامي وهذا قدامي وهذا قدامي صح. يلا بلانا بلانا والشيف. يلا زيد صحيح. بلانا يلا يلا. ايه كلش صايم. انا صايم مدوخه. هناكل اهو. بسم الله. انا عايزك تبقى تجرب الرؤية ده. هنجرب. هنجرب كل حاجة. تمشي علي انا نجرب كل شيء. في زيتونة كنت هموت عليها. ام اشرف متوصية بيك وعاملة معاك الواجب. ام اشرف دي قلبي. ربنا يخليكوا لبعض. الله يخليك سفرة دايما ان شاء الله. يلا. صوما مقبولا وافطارا شهيا. يا رمضان. ابو البراء. اللي بغى يعزمنا احنا كاين. انت ولفت على كده؟ المشكلة ولفت الدلع. يلا مش مشكلة. رمضان ولما هيخلص اعمل ايه في البيت؟ يلا مش مشكلة. هترجعي. يلا هترجعي. الف هنا وشفا. الله.